تمثل القمة الافريقية الاوروبية مناسبة لزيادة مساحات التفاهم والتنسيق بين القارتين ازاء مختلف القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك في اطار من الشراكة بين الجانبين. تنطلق الدورة الجديدة لقمة المشاركة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي يومي الخميس والجمعة القادمتين بمقر الاتحاد الاوروبي وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة وزعماء الاتحادين الافريقي والاوروبي. دورة جديدة لقمة المشاركة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي، تستضيفها العاصمة البلجيكية بروكسيل يومي الخميس والجمعة المقبلين بمقر الاتحاد الاوروبي، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة وزعماء الاتحادين الافريقي والاوروبي. دورة سادسة من قمة المشاركة تعقد تحت عنوان افريقيا واوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى عام 2030، ويعتزم الرئيس السيسي خلال مشاركته في القمه التركيز على مختلف الموضوعات التي تهم القاره الافريقيه خاصه ما يتعلق بتعزيز الجهود الدوليه لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي فضلا عن ضروره تقديم المسانده الفعاله للدول الافريقيه في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتمكينها من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، كما تستعرض القاهرة خلال القمة الأفريقية الأوروبية استعداداتها لاستضافة قمة الأمم المتحدة القادمة للمناخ في نوفمبر المقبل، خاصة وأن الجهود المصرية في هذا الإطار تدفع لخروجها بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ. القمه سوف تتناول ايضا ملف مواجهه وباء كورونا واهميه الدفع نحو بلوره رؤيه مشتركه لدعم وتمويل القاره الافريقيه خلال الجائحه مع تسهيل النفاذ والتوزيع العادل لمختلف التقنيات المرتبطه بالجائحه خاصه ما يتعلق بانتاج اللقاحات وتمثل القمه الافريقيه الاوروبيه مناسبه لزياده مساحات التفاهم والتنسيق بين القارتين ازاء مختلف القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك في اطار من الشراكه والنديه بين الجانبين